بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم المقابله الاولى ديال البطوله. كيف ما كتعرف المقابلات الاولين ديال البطوله كيكونوا شويه صعابين، وخصوصا مع خصم صعيب شويه. صراحه المجموعه ادت واحد الاداء يعني مستحسن، كانوا بعض الاخطاء ان شاء الله غنخدموا عليها في هذا الاسبوع هذا، ولكن على مجمل سيطرنا في الشوط الثاني، لان الشوط الاول كان تقريبا كامل المغرب التطواني، ومع ذلك ضيعنا بعض الفرص ديال السانحه اللي كانت ديال بالحج، كنا نقتلوا المقابله، ولكن الشوط الثاني كان تقريبا كامل ديالنا، ضيعنا بزاف ديال الفرص اللي كنا نقدروا نجيبوا نتيجه ايجابيه. ورغم هذا الشيء كامل احنا كان الاهداف ديالنا مسطره طبعا السنه اللي فاتت حسن دابا، هي تكوين واحد يعني مجموعه تكون قادره باش تطعم الفريق الاول، هذا هو الهدف الاول. ومع بطبيعه الحال كنطمحوا طبعا ثلاثه النقط اللي حتى هي كتكون مهمه في كره القدم. انا بالنسبه لي وطنيه ولا جهويه تقريبا نفس المجموعات، المستويات تقريبا متقاربه، احنا كنطمحوا نحسنوا المستوى ديالنا اكثر مما كنطمحوا شي حاجه اخرى. عندنا مجموعه مزيانه، بهذه المناسبه كنحيد الوليدات اللي صراحه عملوا مجهود كبير. احنا ماشيين في الاهداف ديالنا المسطره، الجامعه كتخدم وحتى احنا خصنا نخدموا، لان كاين عمل بزاف ما يتعمل، وان شاء الله نكونوا في حسن الظن الناس اللي عملوا فينا الثقه.